كان انضمام لاعبين من 2001 لمنتخب مصر الشباب، هنقول الاسماء: محمد مغربي وعربي بدر ومحمود صابر واحمد اشرف ومحمد اشرف وحمزه علاء، دول 6 لاعبين من النادي الاهلي هينضموا ان شاء الله لمعسكر منتخب مصر بعد بكره من يوم 23/1 ليوم 1/2 لمده اسبوع ان شاء الله. كابتن بلال اتفضل. طبعا بنبارك للعيبه اللي راحت المنتخب، وان شاء الله نتمنى يبقوا 10، يعني الفريق كله يبقى هيبقى فيه لعيبه تاني ان شاء الله اكيد من النادي الاهلي. الاداري قال لمده يوم او يومين هيتشافوا برضو في المنتخب. بص، هو دايما بتبقى لعيبه النادي الاهلي على السبوت يعني، تمام، تلعب بشكل كله.